سلم أحباب القلب. أول باشتان بدك تجاوبني بصراحة. قال شو؟ بدك تواصل تحرياتك ولا بطلت بعد موقف الست مريم؟ يا معقول يا خالتي تترك بيت عمك بهالمعمعة؟ لا مستحيل. طالما بتعرفوا جوابي ليش عم تسألوني؟ بعدين أكيد بدي تابع تحرياتي. معناتها سيدي يعني بتواصل تحرياتك على هسي من غير ما حدا يعرف من أهالي الحارة، لا إنس ولا جن، مشان اللي عم يشتغلوا فيك ما يبقوا يشتغلوا فيك ليل نهار. هيك أحسن خالتي، لازم تكون متكتم. ومن الأحسن يا سيدي إنك ما توضح لأهالي الحارة شو عم تعمل. بالعكس كل أهل الحارة لازم يفهموا إنه أنت عدلت عن هالسيرة نهائيا. أبو يحيى أنت لازم تترفع لتصير محقق على فكرة. الله يجبر بخاطرك يا سيدي، من عاشر القوم 40 يوم صار منهم وفيهم. أبو يحيى أنت بتعرف أهالي الحارة منيح؟ تقريبا. لا بدي اياك تعرف لي اياهم منيح. هي سهله سيدي. كيف؟ اترك الموضوع علي، انا رح اعرفك على شخص بيعرف اهالي الحاره بيت بيت وشخص شخص. منيح. يلا يا جماعه سموا بالله، يلا تقبلني فطار. اي والله انا خورت من الجوع. صحتين وعافيه يا رب. دوقي هالمدوسات ظراف. يعطيك العافية أم سلوان. الله يعافيك سيدي. صحتين. على قلبك. لمعة؟ قولك أبو طالب كشف شيء؟ عم ياخذنا بالعبطوي يتحايل ولا عم يستنجد فيه عن حقه حي؟ بكل الحالات الحذر واجب يا أغا، وخاصة واحد مثله مقطع موصل ما بيتأمن له منه. سؤالي واضح ومحدد يا لمعات، أبو طالب أبو قرد شعر بشي؟ حس على شي؟ ولا مجرد استنجاد؟ لهلأ ما بظن أنه كشف شي أو حس بشي. معناتها عم يستنجد فيي عن جد؟ ممكن، بس ما هيك يا أغا، برجع بنبهك مرة تانية، لازم تدير بالك منيح وتحتاط منه. هيك قولتك يا لمعات؟ طبعاً يا آغا، وبدي إياك تدير بالك كتير منيح وتحسب كل خطوة بتخطيها وكل كلمة بتقولها مشان تبعد الشبهات عنك وعن رجالك. مدحت بتخلص أكل ووشك على خان الحبل، وبتبلغ عدلي ونصري يفتحوا عيونهم 10 على 10. تأمر يا آغا. وبتبلغهم يحتاطوا لكل حركة وكل سكنة وكل كلمة بيقولوها قدام الزباين وقدام الناس ألم قايم. تأمر يا أخا، لأنه هذا العاطل حايس ولايس بس بده يعرف مين يلي عم يعمل هالعمايل هاي. حصل. كيف بدي هدي بالي يا اخي؟ كيف بدي هدي بالي بنص الحاره بين اهلي وناسي يسرق جزداني بنص الحاره؟ صلى على النبي هيك وراح يجيبوه. صلى على النبي. بس شو كانت لابسه فستان بيطير العقل من هالحرير التقالي. بس بصراحه لونه ما كثير عجبني. ايش مفكره الكلمه زوق مثلك عصمت خان؟ وتسلمي هذا من ذوقك ولطفك. استني شوي لنشوف شو كان لونه. يعني كان لونه هيك تقولي على بني؟ إما حلو بني؟ اي والله معك حق. يعني مو مخرج سهرة كمان؟ بتعرفي المناسبات بدها ألوان راكزة. إيه لا، إيه لا، هي غابت وحوش، هي مو بلد، لا قانون لا حكومة لا درك. إيه شو هاد يا جماعة؟ لك شو هاد؟ هدي هدي شوي. خير شو بكي؟ شو صاير؟ ليش معصبة وطالع خلقك من الصبح؟ سرقت على عينك يا تاجر، لقوا شو بنص النهار؟ لك بصير هيك يا جماعة؟ بصير؟ طولي بالك وفهمينا شو صاير معك يا فادية خانو. ابن حرام خطف جزداني وهرب. يوه شو هالحكي؟ عم تحكي عن جد؟ لكن فيها مزحك أمور يا جميلة خانو؟ لا فعلا هيك مو معقول. يي الله يصلحك، بس ما يكون بالجزدان في شي مهم. في شي مهم ولا ما في شي مهم؟ معقول ينخطف من إيدي يا جماعة؟ الشهادة لله؟ لا ما بيصير. ها حتى تعرفوا معي حق ولا ما معي حق. يعني هلأ خلص راح الجزدان؟ راح لكن ما راح؟ فعلا هالحالة ما عادت تحتمل يا جماعة. فعلا وين الدرك؟ وين الحكومة يا جماعة؟
اسألي جوزك قبل الحكومة عصمت خانم. لكن معقولة ما أقدر أمن على حالي بحارتي يا عصمت خانم؟ إيه والله من هالناحية معك حق. يا رب يكونوا لقطوا الحرامي إن شاء الله. إيش الواحد بده يمشي ومعه حرس بحارته يعني؟ قولتك ما عاد يتأمن على الواحد يمشي خطوتين بحارته يا وصال خانم. يا لطيف. أهلين وسهلين لمعاد خانم. أهلين. يا ميت أهلا وسهلا. أهلين فيك. هذا أنتي؟ إذا متوقعين يجي حدا تاني أنا ما في مشكلة بروح وبرجع بوقت. لا أيوة مو هذا القصد طولي بالك يا بنت الحلال شبكي تفضلي ارتاحي. أهلا وسهلا يا بنت. أهلين وسهلين. الله يسامحك أنتي بتنوري. لا تواخذيني لمعاد خانم والله ما كان قصدي. أنتي بتشرفي بأي وقت. مو بيناتنا يا جماعة الجايات أكتر من الرايحات. قلتلك وحدي الله يا لمعاد خانم لأنه صار سوء تفاهم. أي يمين وعظيم ما بتطلعي برات البيت إلا لما بتريديه. في واحد ابن حرام سرق لها جزدانها لفادية خانم وهرب ولما ندق الباب فكرنا اجوا يرجعوا لها الجزدان. هي هي كل القصة. يو بعز النهار انسرق جزداني. عجبك يا لمعات خانم؟ والله ما بعرف شو بدي اقلك. وين الدرك؟ وين الحكومة اللي لازم تكون سهرانة على خدمة هالعباد؟ ايه والله وانا كمان كنت عم اقول نفس الحكي من شوي. أين أبو العباس؟ طمني واعي الزلمة؟ لا والله يا أبو العباس لا من تمه ولا من كمه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكل الله أبو العباس وكل الله. كلها يومين بيصحصح نفهم القصة كلها. لا تاكل هم. ماشي ريح الأحصان ولا تسيغي اللي يرتاح. مشي أمرك أبو العباس. يلا يا جماعة أنا لازم أقوم مشان الجزدان وهالمصيبة اللي صارت معي. حق معك وأنا كمان بستأذن. لسه بكير خلينا مستأنسي. الجايات أكثر من الرايحات عصمت خانم. يا ميت أهلا وسهلا. يلا بخاطرك. خاطرك عصمت خانم. أمالي بطعبي حالك. يلا بخاطرك. الله معكم مع السلامة. تفضلي. إيه عصمت خانم شو صار بموضوعنا؟ كل خير إن شاء الله. وبكون إليك من الشاكري. بس لا بس ولا شيء. وموضوع الأتعاب اعتبري تحصيل حاصل. خلينا نتفق. تفضلي. نحن لسه لهلأ ما خلصنا من نقل ملكية ملكانة كيوان مع أنه صار لنا من زمان حاكين فيها. بس هذا الموضوع بين رجالنا يا عصمت خانة. خلينا بنفس الاتفاق. أنا ما عندي مانع مع أني كنت بفضل أنه يضل هذا الموضوع باتفاق لحاله. وأنا بقول طالما الهدف واحد والغرض بيصب بنفس الخانة خلينا بمالكانة كيوان. معناها بدي شاور الأغ. بدون ما تشاوري أنا بعرف تمام المعرفة أنه مراد أغا ما بيرفض لك طلب. تفضلي كملي. نقل ملكية مالكانة كيوان بيتم يوم اللي بتسمعي الخبر اللي رح يجيب أجله لأبو طالب. أيوة وهو بالأساس الرجال متفقين على موضوع المالكانة من قبل. يعني الضربة اللي عم نحكي عنها رح تجي ببلاش عالبيعة. طيب إذا ما زبط موضوع الزعامة والخطط كلها ياتا فشلت منكون خسرنا مالكانة كيوان؟ عندي مقترح. تفضلي قولي. منكتب ورقة بيناتنا في حال فشلت خطة الزعامة بيرجع وضع المالكانة مثل قبل. فكرة كويسة. شو قلتي؟ لازم شاور الأغ. بعرفك بتموني. ولو لازم شاوره. طيب امتى الرد؟ بكرة مثل هالوقت. ايه بس مو أكتر مشان أعرف رتبلك موضوع الضربة يا لمعات خانو. بكرة بكرة اتفقنا. صحيح عصمت خانم قبل ما أنسى. تفضلي. كأني سمعت من الخانم اللي كانت عندك إنه الجزدان اللي انسرق كان فيه مصاري. إيه هيك شي. والظاهر هن أحوالهم ما كتير منيحة. مزبوط مو كتير. مثل ما فهمت من جنابك إنك قلتي لي مرة إنه جوزها بيشتغل بالعادلية ووضعه مو كتير منيح. إيه لأنه جوزها تنيح وداير لي إياها حنبلية. طيب فهمية بينك وبينها إنه المبلغ اللي انسرق لها بالجزدان رح عوضها إياه. إيه لأ لأ مو لهالدرجة. هذا من خير الله وخيركم وكرمال عيون تكرم مرجعيون. خلص
مثل ما بدك. أنا رح حاول أقنعها مع أنه هي عفيفة النفس كتير كتير. والشي التاني إني زعلانة منك كتير كتير. لا أيو خير من شو زعلانة؟ شو يعني بيتنا مو قد المقام حتى ما بتجي تزوريني؟ أعوذ بالله من التشرف. خلص معناها زبطي موعد مع السوايا على الغداء وأنا جاهزة. على عيني حصل. هاتي حتيها هون لشوف. جيبي لنا صفون. شو خالتي؟ طمني كيف وضعه؟ شوفت عينك خالتي على حاله. وانت يا ابني لأيمتى بدك تضل حاطط الحزن بالجرن وقاع هيك؟ انت شو بدك يعني يا عميل؟ ارقص وغني يعني على الهنا اللي انا فيه؟ لا خالتي ما هيك القصد، بس يعني انت لازم تكون طري ومرين مشان ربك ييسرها. لما وعيت على الدنيا يا خالتي رب العالمين كتب علي الشقة والتعتير، تيتمت على صغر سني وحملت دم أخي ودم رفقات دربي على كتافي وقلت يا الله، وآخر شي ربنا من علينا بطلعت الفرنساوي من بلادنا، قلت يا ولد التفت لحالك، قام طلعت لي قصة طلالة اللي قلبتني فوقاني تحتاني، ليك المشاكل لاحقتني لنص بيتي، لنص بيتي يا خالتي. لك يا ابني ما بتعرف شو عذره ولا شو صاير معه. شو ما كان يكون عذره خالتي، شو ما كان يكون عذره، عاملته معنا مو عملت واحد رجال. هذا طلالي اللي بعرفه، هذا طلالي اللي كنت حاطه على صدري. لك يا ابني طول بالك واستهدي بالرحمن، والمثل بيقول يا خبر بفلوس بكرة ببلاش. بعدين بكرة إذا الله راد التقيت مع طلال بتفهم منه سره، ما هيك؟ يلا تقبرني، طلع غير جو لأعمل لك كاسة شاي. يلا يا عمري. لا عمى على الواحد، ولك أنا عند الحقير الواطي. يا باطل، مين هذا طلال اللي عم يقولوا عنه غزيز؟ يا خبر اليوم بفلوس بكرة ببلاش، بكرة إلا ما أعرف مين هذا طلال وأعرف قصته. بس شكلها قصة طلال هي القصة الوحيدة اللي حتنفذني من بين إيدينا الواطي. إلى أهالي الأنوات الكيران، كل من يدلي بمعلومة عن المشاكل الحاصلة بحارتنا له خمس ذهبيات حلال سلال. خمس ذهبيات؟ خمس ذهبيات كتار كتار كتير عمي. لا لا مو كتير، سجل. ايه مثل ما بدك، خمسة خمسة وهي سجلنا. عمي هذا الفرمان اليوم بدنا نعله. اليوم اليوم وين الشيخ بلال؟ ما بقى إلا يجي. معناها الله يرضى عليك أبو عدنان، بس يجي خلي يعلن الفرمان. أنا راجع على البيت وبرجع. طالما راجع وراجع بس ترجع عم نعلن الفرمان. مشي. طيب إذا تأخرت أعلنه. خلص شكرا معك. السلام عليكم. الله معك أبو طالب. ما بيستاهل اللي عم يصير فيه يا أمنة الله، لكن هو ابن حرامي اللي عم يلعب فيك اليوم الثاني ما عاد عارفه. ما بترجع من بيروت لأبعث لك خبر أنا بشكل خاص مع أخي مدحت. حصل يا أخ. شو قلت لك؟ خبر مع عمي مدحت وغيره. لا مشي. بتروح لبيروت وبتستلم شغلك كوكيل إلي عن كل محلاتي ومعاملي ودكاكيني وكل أرزائي، وبراس كل شهر بتلم الغلة وبتعطيها للشوفير البيروتي اللي كان يشتغل عندي وبتخليه يجيب لي إياها لهون. لا توصي حريص يا أخ. يلا تيسر، روح على الملكانة وخذ حصان وشد على بيروت. يلا عمي أبو العز استروا ما شفتوا منا. وين عمي وين رايح؟ خلاص عمي أبو العز أنا تحسنت وصار لازم أمشي. خلصنا بلا كتر لعي. يلا أمرك يا أغا. يلا السلام عليكم. قول له للشوفير يرجع لعندي لهون عم بستناه. يلا أبو العز يرضى لي عليك، سناول ديك ذبحه وعطيه لعزيزي خليه تطبخ لنا لقمة طيبة. على راسي على راسي أغا. جاي على بالي اتغدى عندكم اليوم. على نافوخي. شرفه أغا شرفه. تسلم تسلم عزيزي. إيه يا
وضبين ناديك وانا رح شعل النار. يلا امرك. يلا خاطرك يا سعد. لسه بكير؟ بكير من عمي. خليكي تغدي معنا اليوم. والله ما بقدر اليوم، غير برا ان شاء الله. يا ميت اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكي. بكره على موعدنا ها؟ ان شاء الله اكيد. يلا بخاطري. الله معك. اهلا وسهلا، كيفك؟ تمام، طمنيني عنك يا خالتي. الحمد لله، نشكر الله. لا تقولي لي انه ست مريم كمان اليوم مو بالبيت يا خالتي. هي مريم راحت لعند بيت اهلها ونامت عنده. شو هالحظ يا خالتي؟ من سوء حظي. اذا رح تبقى عند اهلها فكر روح اتعرف عليها هونيك. ايه شو علي بنتي، شو علي؟ رح ساوي لك قهوه. صاير ما في حل غير انه الا انه مريم متقاتله هي وجوزها، وريح حالي وريح ابا. أنا يا أختي. شو تفضلي؟ تفضل، هي جزان سرة من خانه. كتر خيرك يا أخي، سلم إيديك. الله يسلمك. يسلم. يا أمطالي، مشيلكم من حكي الحكمة القابرين حالهم، البنت ما عمل لها عمل وهي دقني. لا أختي مصابر، الحكيم أكد لنا إنه هالحكي اللي عم تقوليه كله خرافات، وإنه البنت متعرضة لصدمة نفسية. لسه بتقلي حكمة وصدمة وما بعرف شو. لك يا حبيبتي، البنت ما عمل لها عمل، وعمل كبير كمان، وعمل من ناس مبغضين وحاقدين والعياذ بالله. شو بتقولي صالحة؟ والله ما بعرف يا عمو، ما بعرف. وانتي مال الشام؟ ما بعرف، انا تربطت ايدي يا عمو، ما عاد عرفت راسي من رجلي. لكن فهموني يا ناس، شو معناها البنت بتكون قاعدة وهادية وراكنة، وهي بتنجاب سيرة جوزها من هون بتقوم بتنط وما بتحط. ايه جاي مصلح كمان. السلام عليكم. اهلين ابو الهول بعظمه ولحمه بديارنا، يا ميت اهلين وسهلين. المهلي عم يعيدو. اتفضل اتفضل، عود. لا ما بدي اعود. شي ليش ما بدك تقعد بقى؟ هيك يا منظوم، هيك بتجي على اساس انه معك عريس لقطه، وبتخلينا نحضر لك العوامه والكعك بسمسم والشاي الخمير على شرفكم، بتقوموا هيك قصف الحداب بتشمعوا الخيط وبتهربوا. بيقول الله هي لك. ايه ليش ما قلت لك وقتها شو صار معنا؟ منين بدك تقول لي؟ فتت لاخذ الكونطري، طلعت ما لقيتكم. شو هالحكي؟ شو نسيت عيدو؟ احذر. شو صار؟ شو صار؟ مو انت فتت لتاخذ لنا طريق؟ ايه بعرفها هي، هات غيرها. لك مو تاري هالمقوص، لاطش كيلو ونص قشطه بنهار. لك تجنني انت عيدو، شو دخل القشطه بالجوازه؟ لك شو دخل؟ انا بعرفك بتقطع الطاير ابو الهول. شو انا؟ ما بقطع الطاير، غلطان سيدي، انا الوحيد بهالحاره اللي ما بقطع الطاير. يا بتشرح لي اياها يا قسم بالله بشعل شعيرها. هلا واحد اكل كيلو ونص قشطه، بربك بربك شو بيصير معه؟ شو بيصير معه؟ بدك تفهمني اياها ولا يفور دمي؟ انزرق. انزرق؟ هو قال لي انزرقت من هون وبريم على بيته ولحيته على اخر نفس. ليش قالوا لك نحن ما عندنا بيت مي لك عيدو؟ ابن حلوه يعني عريس اضرب وطرح، لاول مره بزور بيت حماه ومزروك. مي حلوه مي حلوه. الله يلعن الشيطان، معك حق. يقبرني ربك شو فطن وفتح. المهم امتى رح تجوا مشان موضوعنا؟ بس لحتى يخلص من هالزركه اللي هو فيها. ماشي، ويكون بعلمك عيدو، اذا زبطت هالجوازه بدي دوبلك المبلغ اللي اتفقنا عليه. يا سيدي انت كريم ونحن مستاهل، المهم نوفي راسين بالحلال على مخده وحده. منت علينا عمي عيدو، منت علينا، حقك على عيني وراسي من فوق، ان شاء الله ما تاخذني. هات بوسم، هات بوسم شوارعك. لينا ابو الهول. يا الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يلعن الشيطان. اي والله الله يلعن الشيطان.
سعاد؟ يا ابو سعاد شو راح؟ لك تعال هون، وين كنت متخبي؟ والزلمه جايب جلالة قدره ويسأل عنا. شو بدك يعني ورجيه حالي؟ هو نطع لي خنجر من طوله؟ شي لكان تنقع لي يا بوشي، هو حامل الخنجر ينتفوك. ايه من الاساس هي ورطه. على كل حال ورطي ما غير ورطي، الجماعه موافقين عليك وموافقين على السحنه تبعك هي. يا اهالي الانوات الكرام، يا اهلنا واحبائنا الاكارم، يا اهل الحميه والعديه، فرمان 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 من ديوان الزعامه بصرف 5 ليرات ذهبية لكل شخص بدلنا على واحد من أشرار الحارة. 5 ذهبيات أبو سميح، 5 ذهبيات؟ يا مبلغ ها؟ والله افتكرت رح يعنوا عن تفصيل الأواعي. لا أنت أجب أجب. فرمان يا أهالي الأنوات الكرام. شو قلتك لك عيدو؟ ما بقول لك إلا السيري حمياني. يعني طار فرمان جوازة العزابية والأرامة؟ لو كنت على الحالتين رح تتجوز. اوعى تقول لي إنه أرجع لعنده بالهول. ولك عطيناه موعد اليوم لك مقوص. أخي أنا قلت لك بالأول بدي مربوعة، يعني مربوعة. شو هالحالة؟ خلونا نحل معه هذا. ما هالمثل؟ قال مشي بجنازة ولا تمشي بجوازة. كيفك يا نور الدين؟ أكيد تذكرتني ما؟ أهلين لمدخل. أهلين فيك. أهلا وسهلا فيكي، تفضلي. الحقيقة أنا دريت بمصاب بنتكم مريم وزعلت عليها كتير، إن شاء الله ما بتشوفوا شر. الله يبارك فيكي يا لمعات خانم، وما بتشوفوا مكروه لا أنت ولا عيالكم. الله يسلمك يا رب. الله يبارك فيكي يا لمعات خانم. تفضلي تفضلي. شرفي. نفس النظرة ونفس النبرة، نفس الروزة ونفس الشخص، شواربك عيونك تطليعتك، كل شي فيك لهلا بعده مثل ما كان. شرفي. الكلب الواطي الحقير تركني وركض ورا شقفة شرشوحة بنت أميمي أجير بكعكة، تركت بنت العز والجاه والسلطان والمال بس ورحمة فخري بيك المحتسب لبكيك دم بدل الدموع اللي بكيتني. السلام عليكم يا جماعة. أهلين جبرين. وعليكم السلام. أهلين أهلي فيكي. أهلين نورتينا معاك خانم. حبيبتي البيت منور بوجودكم. تفضلي جبرين تفضلي. يو ليش تاركين باب سقاق مفتوح؟ ما انكم شايفين الحرمية وقطاعين الطرق عم بينغلوا نغل بالحارة؟ بقول لحالي كيف دخلتي على البيت؟ ايه هذا اكيد ابي لما طلع نسي يترس الباب ورا. حصل خير يا جماعة، المهم هلا اهلا وسهلا فيكي لمعات خانم. لا يو من هون وطالع لازم تديروا بالكم وتتأكدوا انه باب سقاق مسكر. بيني وبينكم قبل ما اجي لعندكم كنت عند معارفي وسمعت لكم سمعة والعياذ بالله. يا لطيف ألطف. يو خير إن شاء الله. شو سمعتي؟ في حرمة فايتة لعند الجيران وهي فايتة لعندهم طلع حرامي أخذ لها جزدانة وهرب، وهذا الحكي بعز دين الظهر. يا ساتر استر يا رب. يا لطيف على هالسمعات يا لمعت خانو. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه وبعدين شو صار يا خانو؟ إيه هي سهلة سهلة بالنسبة للشوفات والسمعات اللي عم نسمعهم بالحارة. وشو سمعاني كمان بالحارة؟ الفاحشة الفحشة والرزيلة عم تنتشر على قرعة الطريق. يا ساتر استر يا رب. الله أكبر على كل من طغى وتجبر. الله يجيرنا من شيء أعظم. قولي على هالسمعة يا لمعات خانو. اي والله يا جماعة ما عاد في أمان. قال شو الرجال عم بيقل عددهم بسبب الحروب والنسوان عم بتزيد والفقر والتعتير بيعمل العجائب.
يا لطيف الله يسترنا بستره يا رب. آمين. شوفي لمعاد خانو، هي شغلة الرزيلة بدها بتر من أساسها. ليش مو أخوكي مراد آغا شاف الفاحشة بعينه، بعينه اللي بدها تاكل الدود؟ يا الله وكيلك، الله وكيلك، كان رح يسيبه فارج. سلامة قلبه تقبريني. يي بعيد الشر. وعلى الحارك قرر إنه يستعجل بموضوع تجويز الأرامل والعزابية. هذا الموضوع كانوا حاكين فيه قبل بديوان الزعامة. لكن تقبريني، هاي الشغلة ما بدها وقفة بنوبة بنوب. الله يجبر بخاطركم يا حق. إيه لكن، لكن شو اسمه عضو من عدوات الحكومة؟ لازم يعجلوا بهالسيرة، وإلا بتفلت العباد وبتضيع الأمة. إيه معك حق، وعدوات الزعامة كمان ما حدا قصر، عم يجمعوا أسماء الأرامل والعزابية مشان نفس هذا الموضوع. معناها أختي أم صابر، أنت رح يجيكي الدور. لا أيو، أنا ما بدي أتجوز لا فرمان ولا بغير فرمان. ليش أختي أم صابر أرملة؟ ميمي، عملوا لنا قهوة الله يرضى عليكم، وبطريقكم شوفوا لي مريم إذا كانت فايقة خلوها جهز حالها وتيجي تقعد معنا. حاضر حاضر يا عم. لما عاد خانهم برا تعي عادي معنا مشان الله. معلش أنا تعبانة وداي خلقي بالحالي، مو جعبالي شوف لا لمعات ولا غيرها. طوب ريما صار لك كذا يوم قاعدة نفس القعدة بتغيري جو؟ أنا مرتاحة هيك خلص، بس حس حالي فيني اطلع لبرا بطلع. طيب مثل ما بدك، بس انتي المهم تكوني رايقة ومرتاحة. شو بدي اقول لك؟ كيفو ابوكي؟ زعلان مني مو؟ بصراحة ماله منيح، لا اكله اكله لا شربه شرب. هاتلي حم عليه ان شاء الله، لك ان شاء الله بموت يا رب. اختي ام صابر حرمت شهيد الله يرحمه ترابه. ايه معناته بيشمل الفرمان. بعد الكبرة جبة حمرة. لك يا حبيبتي الحي أبقى من الميت، والله هيك كاتب. شو فيها أختي أم صابر؟ لا عيب ولا حرام، بركي رب العالمين بيبعت لك ابن حلال بيونسك وبيسليكي. الله يخليكم قيمونا من هالسيرة، لأنه ماني مفكرة بالجواز لا من بعيد ولا من قريب. إيه خلص أختي أم طالب اتركيها على راحتها، بلكي بتفكر على مهله وبتوافق. بدون تفكير يا خانم، عواد ما أفكر بجوازتي لازم أفكر بجوازة ابني محمد الله يسلمه. يا حبيبتي الفرمان بيشملك وبيشمل ابنك. الله يخليكي يا لمعات خانم، شيليني من هالسيرة. طيب خلص مثل ما بدك. ايه خلص تقبريني، خلص مثل ما بدك بلا هالسيرة. ايه شو كنت بدك تقولي تقبريني؟ ما قلتولي شو صار بموضوع مريم؟ ام طالب احكي لها لمعات خانم ما عادت غريبة، صارت من اهل البيت. يلا لكان، بما اني صرت من اهل البيت احكولي شو؟ بدي لك شي تاني بس ما تضايقني. شو؟ ما بتزعلي؟ هي علينا وعلى هالسيرة بقى رح تطلعي لي خلاقي ها؟ طب انتي كمان الواحد ما بيقدر يحكي معك كلمتين فورا بتعصبي وبتعيطي. مريم والله العظيم نحن كلنا بنحبك كتير وروحنا معلقة فيكي، شايفة شو عم بيصير بالبيت معك، كلنا مكركبين معك والله العظيم، حتى اللي مضايقه لأبوكي بس من خوفه عليك وحبه إليك. والله أنا بحبه وموت عليه وبتمنى أنا أموت وما تلفح ونسمة هوا. طب فيكي تحكي لي شو بدايك؟ يعني أنت شايفتيني أنا مبسوطة بهذا الوضع اللي أنا فيه؟ والله مالي عرفانة شو عم بيصير معي، لحجن. أختي أنت قلي لي شو وجعك؟ والله نحن كنا مستعدين نفكي بروحنا. عملت لك فنجان قهوة تعدي فيه مزاجك مريم خان. شو بكم؟ ليه عم تبكوا؟ لا قلي لي مال الشام، كيفو طلال؟ ليش حدا فاضي لطلال؟ شايفة شو عم بيصير معنا؟ طيب وعمك حمزة؟ عم يبين. الله كريم حبيبتي الله كريم. يعني هيك قلتي؟ وقت اللي كنا ساكنين ببيروت كان عنا جيران وعندهم صبية، وهالمسكينة صابتها حالة بتشبه كتير 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 حالة مريم. ايوه كملي لمعات خانم. ويا حرام أهلها هيك على فجأة ما حسوا وشافوا إلا هالبنت ما بقى بدها خطيبة، وصاروا يضربوها ودعوا عليها كتير، بس هي عبس معندة معندة معندة. لمعات خانم احكي فحم قلبنا والله. بعدين أهلها فكروا إنه معمل لها عمل مثل ما أنتوا هلأ عم بتفكروا. إيه وبعدين شو طلع معهم؟ هلأ مثل ما سمعت وشفت إنه خطيبة مسمعة كلام دج، وهي يا حرام تحسست كتير
قامت مع الطايقة، لا تشوفه لا تسمع صوته. الزبدة يا أختي الزبدة، الله يخليك يعطينا من الآخر. وتدخلوا الأهل والمعارف وطلبوا منه يستعذر منه، وفعلا استعذر منه وخلصت كل القصة وصاروا مثل السمنة على العسل. والله هي بنتي مريم حساسة وبتنقذ من أصغر كلمة زاحلة. أي والله مزبوط، معناها أساس المشكلة كلمة زاحلة مسمعة إياها جوزة، ما في غير هيك. بس لحنا سألنا وقال ما صار هيك شي، وسألناها للبنت ما تفوهت ولا كلمة. مزبوط. شبكن يا جماعة، ليش كل شي بين الزلمة والمرة بينحكى؟ في شغلات ما بصير تنحكى. معقولة يا مصابر؟ الله أعلم. لك شبكن يا جماعة، القصة ما بدها صفن، لازم تجيبوه وتحكوا معه من وش لوش. يعني قولتك البنت مو معمل لها عمل أو مسقية شي سقية؟ هي علينا. لك انتو مو قلتوا انه اجى الحكيم وقالكم كل هالقصص خرافات؟ شو بكون؟ يا والله تقبريني، هيك قالنا الحكيم. عزيزي الغالي بديارنا اليوم، يا مرحبا يا مرحبا. يا أهلين بعمي أبو الهيبة. إيه من زمان الأمر ما بان. آه خليها لربك، كان في عنا ضيف تقيل دم بعيد عنك. يا لطيف. إيه والله، واليوم أبي حتى رجع على المالكانة. مش كان مبطل؟ لا بس مثل ما بتعرف لازم يقعد مع الضيف. وشو هالضيف يلي بيقعد عندكم 10 أيام وكسور عمي عزيزي؟ من طرف الآغا عمي. أيوة بتعرف الدار داره، ما بنقدر نقول له لا. إيه بسيطة عمي عزيزي بسيطة، داركم ولا داره الدنيا فانية. قولتك. تعي كلي معي، طابخ أكلة بره البندورة. والله قعدتك ما بتتعوض يا عمي، بس أبي ما صفى إلا يجي، بدي حضر له لقمة أكل. خطي على راحتك، سلمي لي على الوالد. الله يسلمك. يلا أنا بدي استأذن منك. بأمان الله. بخاطرك عمي. لولا تراخي المغفر يا حمدي أفندي ما كان الجرأة وتعدوا أزعين حارة. لو كنتوا ماسكين زمام الأمور ما وصلوا لجوات هاتي. بس يا أبو طارق خليني كمل كلامي، لأنه طفح الكيل ونفض الصبر. اسمع، هاي آخر مرة بحكي فيها بهالموضوع، وخلي صاحبي على جنب. كم نفر عم بيلعبوا فيه وبعيالي وبالحارة مثل طمامة يا حمدي أفندي، وسبب وجودك أنت وعناصرك بالحارة لمنع كافة أشكال الزعنة وإزهاد المشاكل. فشلتوا لما قوصوا على ابني، على وحيدي، وفشلتوا لما انسرق اللي قوص عليه من المشفى، وفشلتوا لما حرقوا دكان ابو شوكت، وفشلتوا لما وصلوا لجوات بيتي. شو اللي سويتوه لحد هلا؟ ممكن تفهمني شو الفائده من وجود المخفر بالحاره؟ معك حق بكل كلمه عم بتقولها يا ابو طالب، بس اسمح لي اقول لك اللي عم بيصير معك وراه ناس شياطين بغايه الحنكه والذكاء. تفضل تفضل ارتاح. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله يجيبك يا طوط الروح. عن جد؟ باينة لك بنتي باينة مثل عين الشمس. لو ما كانوا العسكر ملاحقينه وهذا الشيء بيشكل خطر على الآغا، كان تركوا عنا لأبد الأبدين. وقلتك شو عامل؟ والله يا بنتي يمكن مقوص بشي طوشة من طوشات الآغا. بس؟ المهم انقلع وخلصنا من روحات وجيات الآغا لعنا. بعدين لك بنتي ينضربوا ينفلقوا بينات بعضهم، هم ونزاح من على قلبنا. ما رح ينزاح الهم عن قلبي لحتى أخلص من الأخ. كيف بدك تخلص منه يلي ما بيخاف الله وعلقانك مثل الأرادة؟ بسيطة يا بنتي بسيطة، إن بعد العسر يسر، بعد العسر يسر. يا ريت يا يابي يا ريت، وساعتها لو سكننا أنا وياك بالبرية لحالنا أهون علينا من العيشة جنبه لهالضلايل. عندك سر يا بنتي؟ إيه يا بيقول. أنا عم رتب للغريبة. عن جد يا بي؟ عن جد يا بي عن جد، وبقرب فرصة إن شاء الله. بس لوين رح نهرب؟ رح نروح على بلاد لا الآغا ولا زلمه رح يقدروا يلمسونا. وين هالبلاد؟ بس تزبط يا بنتي رح خبرك. تعرف يا بي عزز علي اترك قبر امي الله يرحمه.
وأنا مثلك يا بنتي، بس شو بدنا نعمل؟ للضرورة أحكام، والحي أبقى من الميت. يلي بتشوفه يا أبي، يلي بتشوفه هيك لك. أرام يا أبا. وسخة وسخة مثل جوزة. مضطرين يكون الزبون من طرفهم مشان نبعد الشبهات عنه. أراضي ولا يهمك. شو بدنا نعمل؟ بدنا نسايرهم شوي. بلغياً موافقين بس بشرط. قول يا كبير. ترجع البضاعة يوم زيارة اللجنة. ايه حدق حدق وشاطر من يوم يومك. بس بهالحالة هي لازم تتم اشتراط البضاعة بأسرع وقت، وأنا رح أتولى السيرة هي مع جوزها الواطي. حصل يا أخ. الشي الثاني يا لمعات. قول يا كبير. شو صار بموضوع نشر خبر الفحشة والرزيلة يلي عم تتفشى بالحارة؟ هذا الخبر ما تاكل همه يا أخ، أنا عم بنشره بكل بيوت الحارة. بدي إياك تهولي وتعظمي وتكبري هالقصة كتير، وتأكدي على انتشار الزهرة هي على دور أبو طالب يلي تارك الناس على هواهن وملتهيلي بهموم بيته وعياله وأهله. ولا يهمك يا أخ. بعد ما تأكد إنه في حدا عم يلعب فيه طمامة، لازم ما نخليه ولا يوم واحد مرتاح البال. منت علينا يا أخ. وأنا بدوري رح سايره وساعده بالبحث عن الفاعل، بس بنفس الوقت رح ضوعه عن الحقيقة. كبير من يوم يومك. هلأ صاير همه الوحيد والكبير بس إنه يعرف مين يلي عم يعمل فيها العمايل كل يوم والتاني. ونحن قده وقد اللي خلفه. بدي نسيه مقترح جواز لأزبان والأرامل، وبعدين قوم فيه أنا لوحدي. بدي أحرمه من أي إنجاز من وقت ما صار زعيم لوقت ما توصل لجنة المحافظة. لذلك بدي إياكي يا لمعات تعمل المستحيل، تشتغلي بإيديك ورجليك حتى نخلص. لا توصي حريص يا أخ، أنا اللي بشتغل.